وإلى قضاة مصر شهيدا في طابور الشهداء، لعلكم تطالعون صورته الآن. لقد استشهد وهو على هذا النحو من الابتسام، لعله رأى مقعده في الجنة وهو مقعد صدق عند مليك مقتدر. لقد طال صبرنا، كل يوم سيارة أو سيارتين أو ثلاث لقضاة تحترق، وانتقلوا من الحريق إلى التفجير. وآخر هذا المسلسل ما حدث في المحلة الكبرى لزميل ولزوجته. لا بد من إعادة النظر في تخصيص الحراسات اللازمة للقضاء جميعا، سيما دوائر الجنايات ودوائر الإرهاب. طابورا من الشهداء ما استطاعوا منع ذلك، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تمنع هذه الجرائم المتسمة بالخسة والخيانة. ولو استيقظ الشعب لقطعنا في هذا المشوار وحققنا نتائج أفضل. في سيناء الحبيبة منذ شهر تقريبا بدأت القبائل السيناوية التي تستحق منا التحية تعاونا مع قواتنا المسلحة، فدلتهم على عشرات الكمائن وعشرات الألغام التي زرعت على الطرق لاصطياد أسود مصر. الدولة ليس عندها إمكانيات، لا نحن نطلب ذلك، يعني لا طلبنا ولا نطلب ولا ندعي ميزة لنفسنا. احنا بنقول حراسة المحاكم هي منطوية على حراسة القضاء أثناء عملهم وأثناء ذهابهم ومجيئهم. بعد كده احنا لا نطلب إلا على المستهدفين أو على دوائر الإرهاب التي تحاكم الجماعة المارقة، إنما احنا في الأول وفي الآخر متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفى. وزارة الداخلية تبذل في هذا المجال جهد غير عادي. الحمد لله ربنا وفقهم في الفترة الماضية إلى إجهاض مخططات لو كان قد تم تنفيذها لحدثت مذابح كبيرة. أعتقد أنه الشرطة المصرية، طبعا القوات المسلحة قبلها، خرجت من دائرة رد الفعل إلى الضربات الاستباقية. فالأمر في الضبط والإحضار وإمساك المتهمين